يطيب لي في البداية أن أرحب بكم في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات المهنية التي يسعى من خلالها مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة وتطوان الحسيمة للانفتاح على مختلف القطاعات الممثلة داخل هذه المؤسسة. إن التحديات المطروحة اليوم تستوجب تدخل سريع لترتيب بيت القطاع النسيج وتصحيح ما يمكن إصلاحه، وهو يقتضي توحيد الصفوف وتضافر الجهود بين جميع الوحدات الصناعية. ويجدر التذكير بالمناسبة أن طنجة الآن وعلى ضوء آخر معطيات تضم فيما يخص القطاع 471 وحدة تم إحصاؤها مؤخرا، تتكون من جميع أنشطة التي تدخل في خانة الصناعة النسيج والألبسة بما فيها 330 وحدة للخياطة والألبسة الجاهزة. وبطبيعة الحال نحن نطمح إلى رفع من هذا العدد، لا سيما في الظل الأوراش التنموية التي تعرفها طنجة وباقي مدن وأقاليم جهة. كما شفتوا اليوم الحضور بكثافة ديال جل المهنيين القطاع هو دليل على انخراطهم في تصحيح مسار هذا القطاع، وهو القطاع ديال النسيج والخياطة. فمن أهم ذلك فكاين بروز واحد إحداث منطقة صناعية جديدة اللي غتكون إن شاء الله في عيدالية، وهذه المنطقة هذه اللي تحاول تستوعب القطاعات النسيج والخياطة واللوازم ديال الخياطة ككل. فهذا هو اللي كيبغي يأهل الحقل القطاعي أو الكهل القطاعي ككل، هو نحاولوا نجيبوا يعني لي فورنيسور وبعض المواد الاوليه اللي تكون متواجده مع هاد المهنيين. هذا المشروع هذا ان شاء الله كنظن اننا هاد القدرات ديالنا غادي نحسنوه ونقدروا نكونوا منافسين من هاد الدول هذه. ونقطه ثانيه، علاش هاد المشروع في هذا الوقت هذا؟ لان الحمد لله عندنا واحد ستابيليتي بوليتيك في البلاد، واللي كنشوفوا عبر العالم كاين واحد بلاد المشاكل عبر العالم، فلهذا هذا الوقت اللي غيمكن نستغلوه راسنا باش نقويوا هذا القطاع ديالنا. Pour ceux et à force de compétition sur les marchés traditionnels tels que l'Espagne par exemple, nous devons nous diversifier et nous différencier en proposant des produits d'actualisation, en étant les plus réactifs possibles, en respectant nos délais et nos engagements, en offrant les meilleurs prix pour la dernière mode et surtout apprendre à se parler et à échanger nos expériences respectives. Aujourd'hui, la présentation en elle-même, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif, loin de là. L'objectif, c'est de remonter un peu les attentes des professionnels qui sont ici présents massivement parmi nous dans cette salle, et de recueillir un peu et d'analyser, revenir à l'arrière pour analyser l'ensemble des doléances, sachant que ça fait un mois qu'on est en train de travailler avec les partenaires, monsieur le président Omar Moro, qui a donné un appui particulier à ce projet. إذن هذا اللقاء أولي مع المهنيين ديال قطاع النسيج والألبسة الجهوي، كان لقاء جهويا وتواصليا بامتياز، بحيث أنه كان هنالك تلاقح ديال الأفكار فيما يتعلق بالاستراتيجية الجهوية لتنمية القطاع ديال النسيج والألبسة في الجهة. كان التحدث كذلك والكلام حول جميع الإكراهات التي تعوق السير ديال القطاع بشكل العادي، والإكراهات ذات البعد الجهوي وذات البعد كذلك العالمي. وفي هذا السياق هذا حنا بطبيعة الحال مسرورون اليوم بانعقاد هذا اللقاء وبالنتائج اللي وصلنا لها إن شاء الله، ونتمنوا أنه في فرص مقبلة أننا نكونوا استخلصنا هذه الأفكار هذه كلها ونقحناها باش إن شاء الله تكون لبنة لدعم استراتيجية جهوية مستقبلية إن شاء الله.